ما إن ينقشع غبار المعارك حتى يعود النازحون إلى قراهم ومدنهم التي هجرتهم منها الحرب، لكن بالنسبة لسكان منطقة ذباب في غاب محافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب فهي مستثناة من أمل استقرار حياة العشرات من الأسر. تتحدث المعلومات أن قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية يبديان تخوفاتهما من حقول الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في القرية، وتقول إنها السبب الوحيد لمنع الأهالي من العودة، لكن سكان القرية لا يتفقون مع هذا التبرير ويعتبرونه مجرد ذريعة للحيلولة بينهم وبين قراهم. حبوب البلود كلهم رجعوا بلودون اللي المخال موزع كلهم رجعوا، ما رجعناش اللي احنا اللي في المندب ذباب. معظم سكان ذباب غادروا مساكنهم إلى منطقة أبخ في دولة جيبوتي المجاورة أثناء الحرب، وما إن تحررت القرية الصغيرة حتى عادوا في رحلة إياب مضنية يتقدمهم حلم استئناف حياتهم الطبيعية بسلام، لكن موانع عديدة وقفت أمامهم وأجبرتهم على النزول بمنطقة العرض القريبة من قريتهم، حيث أقاموا بيوتا من القش ولجأ بعضهم إلى المدرسة الوحيدة في المنطقة بانتظار أن تحل مشكلتهم، إلا أنه لا أحد على ما يبدو يكترث لمعاناتهم. احنا مشردين في العرض، شردوا بنا، نزحنا من أبخ جينا في العرض. نزوح وفقر وإهمال محلي ودولي يشكل محور القهر الذي يحاصر سكان ذباب ويرسم في وجوههم مستقبل الحياة عموما صورة سوداوية وغير واضحة المعالم في عيون أطفالها.